أو يصفرها طلع مع صباح لوسيس لطاف تاع لاك تاع لاكيلف ديبار دو تيروردا هاي ثعبان تزين كويلال بروميير ايتاب تما دوزيام ايتاب ديريكتومون تيزين كويلال سي غزار تلاك 30 كيلومتر الله يبارك واليوم اللاك تاع لاكيلف تنزر وتوتال 62 كيلومتر ان شاء الله فوالا رانا في تيزين تفاولت منا نشوفو ثاني وسمو لافالي دو بوغني مش صراص رايحين بار لي بار روشيز قلت راهم يدورو بزاف لي فوتور السلام عليكم الزول هذا
Ça y est, nous voilà. Ah, tu sais que ça sort aussi, non, quoi. أو الكويس فرجي Voilà, nous sommes à l'Edal Gris. Nous sommes là, c'est de l'État. T'as l'école. Donc, on a fait l'Edal Gris à côté de Fouchouf. Subhanallah l'Azim. C'est une dalle. Il y a même des tracés de l'Allemagne. Trop de m'simina. هذا الكانيون تاع بورت الأنصار اون فاس ازرون جماعة من فريدال سبحان الله من لاستريكتور تاع
t'as la pierre, elle est différente de la structure qui m'a l'air. Elle est un peu poreuse. Elle est comme ça. Mais un passage là, magnifique. Total distance 5 kilometers. Workout out for a total of 2 hours 7 minutes 17 seconds. Pace for the last kilometer 17 minutes 46 seconds. Un passage ancestral creusé fla dalade. باش يجوزوا لي بيرجي مع لي بيطاي تاعهم لا بارتي نور دار لا بارتي نورست. شوفوا سبحان الله العظيم، شوف طريبو ان باساج مانيفيك يعطينا ديريكتومون vers le pic des cèdres, une vue vers le pic des cèdres, comme Gilgilf, ou Hinaïa, vers le canyon, le Tatagata, Gazar, une table de l'insar, ou le Tata, bon, table de l'insar, et le Fouardan, on bat de la vallée, ta Mistras. ما ضلاوت كبيري من الفوق مليها كامل. ها هو البحر راهو يبان اليوم. او مانيفيك مانيفيك مانيفيك. شوف سبحان الله العظيم، اون في امبرنابل. ما شاء الله ما شاء الله. شافوا البحر، نكملوا هذاك نطر سنتيه هنايا. ونشكر الناس اللي دارت لنا هذا السنتيه، هذا الطريق هذا. هما بون بور لور بوزوا، مي كومام حنا تاني رانا نستعملوه بور نوتر بليزير في لاروندوني. ربي يحفظهم اللي ماتوا، ربي يرحمهم. فوالا فوالا. او با مال دو فوا ندوزو منا ما نشوفوش البحر. اليوم راه يبان تري تري بيان. En face, c'est là, le pic de Sadr, Sam Gilgilt. Et là, Tizin Toumlilt. Voilà. Donc, une chose, là, il y a un petit passage qui s'appelle le pont de Müller. Une rahma alayh, Adjunabi, Jazayri. لدى الجنسية الجزائرية وضحى من أجل الجزائر، كان مجاهد ودخل في الإسلام تاني باش هذي نعرفوها الناس. ولا راه ولا اسمه مصطفى ميلار ربي يرحمه. إلى بوكو في بور لو جورجيرا. لو باساج هذا زمان كان سيتي تري ديفيسيل باش يجوزو، وجاتو ليدي إلى في أن تي بون كون أبيل لو بون دو ميلار ربي يرحمو. ونحييو كاين كذلك، نحييو لزامي كي اللي خدموا معاه، لي زونسيان غارد فوريستي كيما ميموح كيما لطيف قاسي، يا بوكو دوتر. إيزو أبورتي هاد راك تشوفو هاد لي دار هادو، هاد بلوتو هاد الفيراي هذا هما اللي صلاوه. Bon, c'est vraiment, c'est vertigineux,
تحتها راكو تشوفوا هذا كيما تيذكرت سيني دار غريز يركل تاكي لي دار غريز صافي دي ويك دير فوتو ايوه السلام عليكم استغفر الله يا رب مالي فيك جبتو رشيد جبتو ربي يحفظك بون يعطيكم الصحة جماعة ابري 66 كيلومتر دو مارش سي يوسف راه كي الغزال 66 كيلومتر 66 كيلومتر ومازال عمي سعيد يزيدو حتى تيزي جافو البروجا ديفي سيرا تاع سوندا ان شاء الله ان شاء الله البروجا عمي سعيد ابتيمو 66 سوندا ابتيمو عمي سعيد موا جو ديري جو با دو مو جوسكا جو فينيس اه صايا رشيد الله يبارك يا شيخ والله العظيم ما انا باسي بار جور الله يبارك الحمد لله الحمد لله فوالا بتي جون دير شي تصويره بالاخر تاعي بتي جون وين راه فيديو 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 البلوغ هذاك ماشي كاين حاجة برك حبسوا كاين حاجة برك اللي ما حلبناهمش سمحوا لنا هذا ما كان هذه كبيرة هذه كبيرة هذه المصطفى قلتها مصطفى العريس بعدين مصطفى خدام الله غالب مصطفى خدام الله غالب بعدين احنا رحنا اسمومه بخاطر كاع الجماعة